بخطى حذرة يقطع محمد الصغير الطريق، وهو يخشى أن تقع قدمه في إحدى الحفر المليئة بالمياه الراكدة بحي المولى المحاذي لوادي أيلو بقفص المدينة. احنا كمواطنين معنا سكان وادي ايلو تعبنا، والكياس ماهوش معبد، احفر سرب ما نهار كل التلامذة تاعنا تعبوا، منهم انا بنتي انا ولد ازماتيك مرواح والخمج اللي عايشين فيه، وصلنا شكينا شكينا معناها للسلطات بصفة عامة، البلدية ولاية قفصة، معناها عملنا جلسات حكاية فارغة، معناها احنا كمواطنين معناها بكل صراحة تعبنا. صغارنا يجيبش يمشي يقرا معناها ساعة ساعة يمشي مبلول يمشي مسخ يمشي معناها رواية رواية، هذا ما نحكي لكش في الصيف ساعة جميل لافي كان نجمو نقعدوا في ديارنا مرواح صرب وزيد تخرج لبرا تلقى الزبلة وتلقى الوشوشة. معناها من في دارك ما تنجمش والبرا ما تنجمش، معناها لازم تمشي تغادر البلاصه اللي انت فيها، تمشي تلاقي بلاصه اخرى، معناها الناس رانا تعبنا بالحق، وصلنا سكرنا كياسات، وصلنا معناها الولايه عملنا جلسات مع كافه السلطات وكلهم في بلا باه. هذه حطوها صحيح نقطه سوداء، معناها ترقلوها وتنعملوها في الاخر ما صار حتى شيء. بالنسبه احنا مطالبنا الاول هو معناها يعبدون الكياس، تشوف فيه كياس ندي جاك قاعد تصور فيه وتشوف فيه كياس كيفاش كله مهرود مكسر، معناها حاله حليله راه وانتم جيتوا تتسموا وجيتوا في نهار نظيف، شوف تلامذتك باش تنقزوا مساكين من بلاصه لبلاصه باش ينجم يتعدى ما يتمسخش ما يترك جي شتا، ما عادش نجموا نمشوا جمله يولي الماء كل راجع للديار يدخل للديار. الكياس هذا تقول له تركي في تاكسي يعني بالله حبسني في وادي اللي يقول لا علاش الناس كتخاف من يدخل بكهرباء نتاعها تتهلك له. وفي رده على سؤال عدم تهذيب وتعبيد هذه الطريق، أكد رئيس بلدية قفصة حلمي بلهاني أن الأشغال تنطلق خلال الأيام القليلة القادمة. بالنسبة للطريق الموجود في منطقة وادي يلو، إن شاء الله ضمن برنامج حماية مدينة قفصة من الفيضانات، فما عديد الطرقات باش يتم إنجازها من بينهم الطريق هذه. الأشغال إن شاء الله تنطلق في الأيام القليلة القادمة. المقاولة أخذت معناها لورد السيرفيس الإذن بالأشغال عديد النقاط السوداء من بينها هذه المنطقة في وادي يلو، إن شاء الله جزء كبير منها باش يتم تهيئتها في الأيام القليلة القادمة. وتبقى إشكالية تعبيد الطريق بحي المولى واحدة من ضمن إشكاليات أخرى تنتظر تدخلات عاجلة من البلدية تجنب متساكني المنطقة عناء المرور منه كل يوم.